هذا سيدي ما صارش معنا ديس في لا مش مشكل. هاي باش نعطيك ورقه توا من غير شوي شعبه بيا قد باش نوريك ورقه توا تسكتك سي ناصر فوالا تو بعد نحكي اي فوالا انت تستناني وانا زاد نستنى فيك باش تحكي شوي بس مع العلم انا راني شخص عاطفة اكثر منك لا مش مشكل انت لعبت فيها شويه انا لعبت فيها لا ما انا اخري فيها ميدسين وانت لعبت بمقابل اجر لا اي مثالش بمقابل اجر حبيت نقول لك علاقتك بصفاقس انت اجير ومؤجر اما علاقتي بصفاقس انا علم اللي هو ولا. متاكد انه اليوم في فتره ما نادي صفاقسي كان في حاجه للجامعه التونسيه لكره قدم اللي انا فرحت برشا اليوم انت اعطيت للانديه التونسيه الترجي والافريقي وكل الفرق اللي النادي البنزرتي ان الجامعه التونسيه عملت دورها الاساسي اللي موجود من اجل الرياضه لكن زاد في وقت ما يمكن خلافاتك مع السيد مصطفى خماخم خلاتك في وقت ما نادي صفاقسي كان في حاجه ليك باش تمد يد المساعده وما مديتش هذا سؤال تجب تجاوبني عليه نجاوبك على خاطر كلامك غلط 100% وانت اليوم باش تضطرني باش نقول شنو اللي عملت مع النادي هذا صفاقسي وانا مستعد نخرج الوثيقه في تليفوني للناس هذا بينا لان النادي هذا صفاقسي النادي هذا صفاقسي خاطر هذا اللي قاعد يدور خليني نحكي انت كملت تفضل صحيح معنا عديت المساج تحب تعديه باش يقولوا في صفاقسي الناس يعطيه الصحه لا وتوا خليني انا نجي حق شانا وانا خليني تو نجي يا سي ودي راني ما نستحقش نقول لك الكلام هذا باش يقولوا لي يعطيه الصحه